والله السوق شوية ضعيفة، السوق تتحرك للمعاشات من تنزل على ود الغلا تصير حركة، بس يوم ويومين خلاص توقف السوق. الأسعار شوية مناسبة، يعني عندك الصافي دينارين ونص، شعري بعنا بخلاص دينارين ونص دينارين. هذا صافي عماني اي، وهذا سعودي مال جيزان الصافي بحريني، لان هوا ما حدش فيه في بحريني، لان بس هوا شوي بعد السعر فوق او قبل ما يلهوا والله السعر زين، دينار ونص ودينار و200 والوالمي بدينارين، احنا ثلاثه وثلاثه ونص، غالي حبيبي. الناس يدورون رخيص ويشترون رخيص بها.